طبعاً إحنا اليوم أعلنا عن إطلاق 5 مبادرات المعهد الدولي للتسامح، وأيضاً 5 مبادرات لجائزة محمد براس للتسامح. هاي المبادرات يعني تم إطلاقها بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح اللي هو بتاريخ 16 نوفمبر. بنبدأ إن شاء الله في أول مبادرة بتنفيذها في تاريخ 16 اللي هو اليوم العالمي للتسامح، بيكون يوغا التسامح. وبقية المبادرات إن شاء الله جاري التنسيق، بيتم إطلاقها والإعلان عن تواريخها إن شاء الله في الفترة القادمة. العالم الآن ينظر إلى موضوع التسامح، وأيضا دولة الإمارات وحكومتنا الرشيدة كانت ولا زالت ركيزة أساسية فيها التسامح. التسامح كان مغروس في دولة الإمارات من يعني أيام والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، ونحن نمشي على هذا النهج إن شاء الله. المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وضع خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات قادمة تعنى بهذا الموضوع. وأيضا هذه المبادرات هي تعتبر الفترة المرحلة الأولى من هذه المبادرات، ويتم إن شاء الله إطلاق مبادرات أخرى في المستقبل بيتم الإعلان عنها إن شاء الله.